مصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. نبني عشان ابنك وابني. أفرولان إدارة تسويق تنمية. الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع لقاء جديد هنشوف فيه كل ما هو جديد على ارض مصرنا الحبيبه من فرص استثماريه وكل ما يدور على الشارع الاقتصادي والاستثماري المصري. في البدايه بنشوف اخر الاخبار. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده كان في اجتماع موسع لتاكيد التجديد على كل ادارات الدوله للاهتمام بالشركات المصرية التي تقوم باستكمال المشروعات القومية التي تقام على أرض مصر، توفير المبالغ النقدية اللازمة لاستكمال باقي المشروعات وفتح باقي الخطة المستهدفة لاكتمال كافة المشروعات القومية على أرض مصرنا الحبيبة من أماكن ومشروعات مختلفة. ده كان خبرنا الأول. هنبتدي معانا ومعاكم النهارده، هيكون معانا المهندس عادل زيدان رئيس مجلس اداره مجموعه شركات ايفرولاند لاداره المشروعات. هنكمل معاه بقيه فكره مشروع فدان العيله والفرص الاستثماريه اللي متاحه داخل مشروع فدان العيله بوادي النطرون. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير يا ابراهيم بيه، ازاي سعادتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ والله في نعمه الحمد لله. معلش المره اللي فاتت ما لحقناش نتكلم براحتنا في موضوع فدان العيله، فعايزين نبتدي في البدايه. اولا ايه مميزات، يعني ليه لما اخترت وادي النطرون؟ ايه مميزات منطقه وادي النطرون؟ والله بدايه منطقه وادي النطرون احنا عندنا كذا منطقه الحقيقه. تمام. وفدان العيله ده احنا واخدينه لكذا استخدام. تمام. يعني انت النهارده حضرتك مهم قوي انك لما تشتري الارض تعرف الغرض منها ايه. هو كل واحد بيشتري احتياج. تمام. هو هيشتري ارض ليه؟ فاحتياجي للارض غير احتياجك للارض غير احتياج كل واحد فينا للارض. فالارض هي القماشه الثابته يعني. فالحقيقه احنا في 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 منطقه في وادي في فدان العيله، في مشروع فدان العيله. فدان العيله بهدف انك تعمل عليه شاليه للعيله، ده في مدينه العالمين الجديده. فدان العيله في انك تعمل عليه بيت للعيله، ده في مدينه سفينكس الجديده. تمام. فدان العيله في انك تعمل عليه مشروع للعيله، ده في مدينه وادي النطرون. تمام. طيب مشروع يعني مكسب. تمام. معايا حضرتك؟
مشروع يعني عائد على الاستثمار، يعني في انتفاع وفي استثمار في نفس الوقت. صح، تمام. يبقى انا النهارده لما باخد ارض، لما باخد فدان العيله في العالمين الجديده، فانا باخد الفدان بهدف الامتلاك، وان انا ابني عليه شاليه علشان اصيف فيه. تمام، ده السبب الرئيسي. يبقى الهدف هو مصيف والاستجمام، ومعاه كمان الاستثمار. ليه؟ لان ده كمان الارض دي تمنها بيزيد، بالاضافة انك بتزرع بقية الارض عندك شاليه على جنينة 4000 متر. تمام، معايا حضرتك؟ على حديقة 4000 متر تزرع فيها كل اللي انت عايزه. يعني انت رايح تصيف وتستمتع بخير الطبيعة، بتعيش حياة الريف المصري القديم بشكل عصري او بشكل جديد. في وادي النطرون انت بتاخد ارض مشروع، تاخد الفدان، المبلغ اللي بيدفع فيه هو مخزن للقيمة، كأنك حاطط الفلوس بتاعته في البنك، لكن انت بتاخده بهدف انك تكسب منه، فبالنسبة لك بيبقى مشروع للايه؟ للعيلة. طب تكسب منه ازاي؟ دي هنتكلم فيها. تمام. لما تاخد فدان العيلة في مدينة السفنكس الجديدة، فانت واخده بهدف انك تعمل بيت للايه؟ تسكن. للعيلة وتسكن. تمام. يبقى دي اهداف اللي حضرتك بتخليك تحدد المكان اللي هتاخد فيه فدان العيلة حسب طموحاتك وامكانياتك. طيب نتكلم على العائد الاستثماري في وادي النطرون. لما نروح لمدينة وادي النطرون، رقم واحد مدينة وادي النطرون، المهم انك تاخد الفدان بتاعك ده والارض بتاعتك دي، تاخدها في مكان يكون فيه معدل العائد على الاستثمار عالي. ومعدل العائد على الاستثمار بيزيد على حسب القيمة، مشروعات القيمة المضافة. تمام. سواء في الارض بتاعتك او في اللي حوالين منها، المحيط بيك، المحيط بيها. تمام. فعشان كده مدينة وادي، احنا لما اخترنا مواقع بتزيد فيها معدلات التنمية وبتزيد فيها القيمة المضافة، وبالتالي بيزيد فيها العائد على الاستثمار. يعني اول حاجة انت حاطط الفلوس كأنك حاططها في البنك، فمخزن للقيمة. الفلوس دي هتزيد، ثمن الارض ده هيزيد كل سنة قد ايه؟ دي اول حاجة بنحاول نحافظ لك عليها، ان احنا نحاول ناخد فدان العيلة في مكان يعني يزيد فيه معدل العائد على الاستثمار في الارض كمخزن للقيمة الاول. تمام. اللي هو في الاماكن اللي احنا بنتكلم عليها. لما نتكلم على وادي النطرون، فوادي النطرون ملتقى او ظهير صحراوي او حزام اخضر لخمس محافظات لازم تعدي من عليها. تمام. يعني بتتوسط خمس محافظات. خمس محافظات دول اللي هم ايه بقى؟ محافظة البحيرة هي احدى مدن محافظة البحيرة. تمام. محافظة الاسكندرية تبعد عن اسكندرية 80 كيلو بالظبط. تمام. تبعد عن الجيزة 80 كيلو. تمام حضرتك؟ تبعد عن المنوفية 30 كيلو من مدينة السادات، احدى مدن محافظة المنوفية. معايا حضرتك؟ تبعد عن محافظة الغربية بالظبط 120 كيلو. تمام؟ بل كمان تبعد عن محافظة مطروح حوالي 140 كيلو، ولو قلنا تبعد عن مدينة العالمين الجديدة، فهي تبعد عن مدينة العالمين الجديدة بالظبط 80 كيلو. قريب، يعني هي تعتبر في النص بينهم. معايا حضرتك؟ تمام. هي لازم تعدي عليها وانت في الطريق. لازم. تمام. لازم تعدي، رايح اسكندرية لازم تعدي عليها. معايا حضرتك؟ رايح الساحل الشمالي لازم تعدي عليها. تمام. رايح مدينة العالمين لازم تعدي عليها. جاي من اسكندرية رايح القاهرة لازم تعدي عليها. فهي بتتوسط خمس محافظات، بل ممكن يبقوا ست محافظات لو قلنا مطروح. وطبعا مع البنيه التحتيه والطرق الجديده الموضوع بقى اسهل. اتنين بقى الطرق، شبكه الطرق الجديده اللي عملتها الدوله المصريه سهلت الوصول لكل الاماكن دي. اضافه ان هي اول مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد اكتمل بالفعل. تمام. فخطه الدوله دلوقتي انها تخلق مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديد. ناس تعيش على طول. تمام. فده مجتمع زراعي صناعي عمراني متكامل. ازاي؟ في مدينة وادي النطرون نفسها. تمام. وهتحوط بيها بعض القرى زي قرية شجاعة، قرية سند، قرية علي بن ابي طالب، كذا قرية حوالين منها. معايا حضرتك؟ فده واحد. يبقى ده المجتمع العمراني. المجتمع الزراعي انها فيها اكتر من 500 الف فدان ملك.
يعني حوالي نص مليون فدان ملكيتهم ثابتة. خلصانين. خلصانين. منهم فقط 165 ألف فدان طبقا لقانون 144 أعاد تخصيصهم الرئيس سنة 2017 لمحافظة البحيرة. بالإضافة للملكيات السابقة للمحافظة، بالإضافة لملكيات شركات الاستصلاح القديمة زي مساهمة البحيرة وزي نوباسيد وزي الميكنة وزي شركات وزارة الزراعة زي الخدمات البستانية وزي الهندسة الزراعية. هي وضعها في التملك مستقر. مستقر. يبقى ده واحد. كمان فيها مدينة صناعية زراعية. مدينة وادي النطرون فيها مدينة صناعية زراعية. يبقى أنا النهاردة التصنيع الزراعي سهل جدا. معايا حضرتك؟ أزرع بهدف التصنيع. يبقى ده المجتمع الصناعي. المجتمع العمراني قلنا إن هي مدينة، المجتمع الزراعي قلنا إنها فيها أكثر من 500 ألف فدان ملكياتهم هادئة ومستقرة وثابتة وواضحة ومضمونة. كويس. تجعل منها مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد معايا حضرتك، بالإضافة لإن البنى التحتية بقى هناك شبكة الكهرباء موجودة. وحضرتك المرة اللي فاتت قلت إن الأرض عندكم دخلها كهرباء. دخلها كهرباء وكل الأراضي اللي هناك في إمكانية إن الكهرباء تدخل لهم، الحقيقة الدولة مسهلة الموضوع ده. يبقى أنت عايز إيه؟ الخدمات طرق موجودة وكهرباء موجودة، المية موجودة، خلي بال حضرتك، زراعات موجودة، تمام؟ فبالتالي مدينة وادي النطرون منطقة استثمارية واعدة. تمام. طيب الجزء بقى الاستثماري اللي عندكم بيتحسب ازاي الاستثمار؟ طيب خليني اقول لحضرتك الاول المنطقة او المكان المتميز والفريد اللي فيه فدان العيلة في وادي النطرون. تمام. اولا هو في الكيلو 20 تحديدا على طريق وادي النطرون العالمين، يعني هو انت رايح مارينا كده تعدي علينا. تمام. معايا حضرتك؟ فده مكانه، يعني يبعد عن القاهرة 130 كيلو، يبعد عن الجيزة زي ما قلت لسعادتك 80 كيلو. معايا حضرتك؟ طيب ده رقم واحد. يبعد بقى عن مدينة وادي النطرون نفسها 20 كيلو بالظبط عن المدينة. تمام. يبعد عن مدينة النبراية الجديدة بالظبط اللي هي في الكيلو 35 طريق وادي النطرون العالمين، يبعد عنها 15 كيلو. معايا حضرتك؟ تمام. يبعد عن مدينة العالمين الجديدة 80 كيلو زي ما قلنا، يعني بعيد عن البحر 80 كيلو. معايا سيادتك؟ تمام. يبعد عن مناطق التحدي والنجاح ومديرية التحرير والحتة دي حوالي 50 كيلو. يبعد عن مدينة السادات 30 كيلو. معايا حضرتك؟ يبقى الموقع موقع فريد، الأرض على الأسفلت مباشرة فيها الكهرباء. فده في حد ذاته بيخلي العائد على الاستثمار فيها اللي هو المبلغ الفلوس اللي بتتحط كمخزن للقيمة هي اللي في الأرض بتزيد بمعدل ما يقلش عن 15-20% في السنة. تمام. يعني في المشروع نفسه اللي انت واخد فيه في قيمة مضافة، المنطقة فيها قيمة مضافة، فيها مجتمعات عمرانية كبيرة بتنشأ زي ما قلت لحضرتك حوالي 5 مدن حوالين المشروع، فده يجعل المشروع يطلع يزيد وطبعا المنطقة بيعلى. اه بالظبط بيعلى، لان في ناس هتروح وهتسكن وهيبقى في بالظبط عمران والناس هتكتر، وهو في الاصل انت بتتكلم عليه على انه مشروع زراعي. تمام. طيب فهو فدان العيله في وادي النطرون هو بالنسبه لنا مشروع للعيله. العائد على الاستثمار فيه يعني ازاي سعادتك؟ اللي هو السؤال بتاع سعادتك. رقم واحد طريقه الدفع اللي فيه الاول. طريقه السداد. طريقه السداد ميسره جدا. هو سعر الفدان بيبدا من 100,000 جنيه. تمام. حضرتك بتدفع 35,000 جنيه، ده مقدم. تمام. بتدفع سعادتك 15,000 جنيه استلام خلال 6 شهور. طبعا هو الاستلام فوري موجود، محبس الميه موجود والارض جاهزه وموجود. تمام. لكن بنديك فرصه 6 شهور انك تدفع. عايز تدفع وتستلم من اول يوم ال 15,000 يبقى دفعت 50,000. ادفع 5,000 واستلم على طول. واستلم. والباقي تمام 1000 جنيه على 50 شهر. تمام. مع بعد سنه من التعاقد. تمام. يعني بتاخد سنه سماح. اه اوكي. يعني كده 50 شهر بعد السنه، يعني انت حضرتك بتتكلم كده في 62 شهر. 62 شهر. معايا سيادتك؟ تمام. دي طريقه السداد. تمام. العائد على الاستثمار ازاي؟ رقم واحد احنا سلمناك ارض بمحبس الميه. تمام. انت حضرتك عايز تستثمر في ارضك من اول يوم تجيب لك فلوس، فبنتعاقد
مع حضرتك بعقد ايجار قيمة السنة فيه 8000 جنيه في السنة سنوية لمدة 3 سنين. مدة الثلاث سنوات دول ليه؟ هم أصعب ثلاث سنوات في الاستصلاح والاستزراع. في استصلاح الأرض. فإحنا بنوفر عليك ده كله. تمام. وكمان بنديك فلوس. تمام. معايا حضرتك؟ يعني إحنا بنخوض التجربة قبل منك، بنوفر عليك المخاطرة وعناء الاستصلاح. إحنا بناخده عنك. تمام. كشركة، تمام؟ فبنأجر منك ب 8000 جنيه في ثلاث سنين يعني 24000. طب ده بتاخد شيكات، بناخد بمجرد ما نعمل عقد البيع او التعاقد بنعمل عقد ايجار من حضرتك لينا بالثلاث سنين، وبنديك شيكات بالقيمه. عايزها شهريه بتاخدها شهريه اللي هي ما تعادل 650 جنيه كل شهر. عايزها سنويه 8000. كل سنه 8000 جنيه. يبقى انت حضرتك بتدفع 50000 بتاخد شيكات بكام؟ 24 24000. ده اول ايه؟ جزء. ده اول حاجه. طب انا مش عايز اجر لك، مش عايز اجر للشركه وعايز ازرع. الشركه بقى بتقوم مع حضرتك بايه؟ بتزرع لك وتعمل لك كل اللي انت هتديك دراسه جدوى ومشروع وتزرع معاه، وتقول له انواع الزراعات اللي تنفع هناك والجدوى الاستثماريه منها كل حاجه، ونزرع لك ونشرف على الارض ونراعيها ونسوي المنتج كمان. وهي منطقه هناك ينفع تزرع فيها ايه؟ اجود زراعات يعني؟ اجود الزراعات في المنطقه دي بالنسبه لي للاشجار، تزرع نخيل، تزرع زيتون، تزرع رمان، تزرع تين برشومي، تزرع تين شوكي، تزرع مانجا على اصل سكري، تزرع جوافه، تزرع كمتر. دول اللي يصلحوا هناك. يصلحوا بشكل كبير. واليوم عاد استثماري كويس. كل محترم، تمام؟ تمام. بالاضافه تزرع كل منتجات الخضار بلا استثناء. كلها. كلها. بالاضافه انها تزرع كل المحاصيل الحقليه بالكامل. اللي هي ايه؟ قمح وشعير وغله وبرسيم وكل المحاصيل الحقليه. هي تقبل انها تزرع؟ تقبل كل ده. معايا حضرتك؟ كتربه وكملوحه في الميه. تربه وملوحه ميه. ملوحه الميه 1200 جزء في المليون، والتربه الحمد لله تربه قرويه مش حمضيه، تربه محترمه يعني. معايا حضرتك؟ مميزات التربه كويسه. طيب انا بقى كمان لما 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 باجر منك، دي اول فايده حضرتك بتاخدها اللي هم ال 24000 جنيه على مدار الثلاث سنين. تمام. تاني حاجه، انا لما باجر من حضرتك بزرع الثلاث سنين بنجر سكر. انت بتزرعهم كده؟ بنجر سكر. ليه بنجر سكر؟ علشان لو في مشكله في الارض بنجر السكر بيمتص ملوحه الارض. هو يعالج مشاكل التربه. بيعالج مشاكل التربه، وبيضيف للتربه عناصر زياده وبكتيريا عقديه بتفيد التربه مع اول مشروع هتعمله بعد الثلاث سنين. لما يجي يشتغل فيها منتجات اخرى تبقى الارض اتحسنت. بالظبط. طب انت حبيت دلوقتي تقول لي انا عايز اجر سنه واحده بس، عايز اجر سنتين، عايز اجر ثلاث سنين، من حقك تقول انا عايز اجر كام سنه. تمام. يعني موضوع تحديد السنوات ده موضوع عقيد. اوكي. معايا حضرتك؟ فدي دي دي فايده مباشره 24، بالاضافه للفايده الغير المباشره ان لما بزرع بنجر السكر ده بيحصل ايه؟ بعدل لك خواص الارض وبعالج لك التربه خلال الثلاث سنين الاولى، بسلمك ارض جاهزه على الانتاج، ارض محترمه. هي اوريدي هتبقى بتنتج. بتنتج. بتنتج عندك انت في البنك. بالظبط. بالاضافه ان انا بسيب لك، انت خدت ارض بمحبس الميه، الشبكه الداخليه وتكاليف الاستصلاح، الشبكه دي بسيبها لك بعد ثلاث سنين شبكه بقيمه 10000 جنيه بسيبها لك في ارضك. دي اللي هي شبكه الري. شبكه الري، انا بعملها وبسيبها لك كامله. تمام. تمام؟ يبقى ده 10000 جنيه شبكه ري، عائد عيني على الاستثمار في ارضك. تمام. العائد الاخير الثاني اللي هو 15000 جنيه اللي هم تجهيز الارض دي لمده 3 سنين، انا بجهزها للبنجر كل سنه، بضيف اسمده كومبوست ومغذيات ومطهرات للتربه، وبغسل لك الميه طول الارض طول السنه بالميه. معايا حضرتك؟ فده بتكلف تقريبا حوالي يعني من 10 ل 15000 جنيه كل سنه. النبات بتاعي ما بياخدش اكتر من 60% من اللي انا بكلفه، يعني بسيب لك في الارض كل سنه بواقع 5000 جنيه. ما بيستهلكش المكتسبات اللي بتتحط في التربه. عندك التربه بتكتسب. موجوده طبعا. دي كل دي بترفع من كفاءه التربه. وكمبوست واسمده موجوده في التربه، ومغذيات موجوده، خدمه زراعيه موجوده. طبعا. بتعادل على الاقل 15000 جنيه، يبقى ده برضو عائد على الاستثمار على استثمار اخر. تمام. والشبكه 10000، عائد عيني على
الاستثمار تمام؟ بالإضافة لل 24، يبقى أنا بتكلم هنا في كام؟ في 9 كده 49,000 49,000 قول 50,000 يعني حضرتك بتديني 50,000 على مدار 3 سنين بتاخدها، يبقى وقفت الأرض عليك بال 1000 جنيه كل شهر اللهم على 50 شهر. معايا حضرتك؟ طيب جيت أنت قلت لي بعد الثلاث سنين أنت أجرت الأرض و و و و وخلاص، يعني أنت لما تأجر الأرض مني بعد الثلاث سنين هتسلمني البنجر ده بيتشال، فبتسلمني الأرض فاضية. تمام؟ أنا عايز أخلي الأرض بتاعتي منتجة برضو بعد ثلاث سنين. تمام. أقول لحضرتك حاجة بسيطة. بالإضافة لي اللي حضرتك دفعته هتدفع تكلفة زراعة الأرض من اليوم زيتون 15,000 جنيه. ده الفدان. الفدان. هنزرع لك الأرض زيتون بحيث إن بعد ثلاث سنين بتستلم أرض كمان منتجة. جنب الشغل بتاعك. يعني شوف إحنا أجرنا منك وسبنا لك شبكة وسبنا لك التجهيزات اللي في الأرض مقابل إنك تدفع 15,000 جنيه زيادة على ده تكلفة زراعة الزيتون في أرضك. انا بزرع على الزيتون بحمل على الزيتون البنجر. تمام. وبديك القيمه الايجاريه. وانا بزرع لك البنجر الزيتون يبقى بعد ثلاث سنين عندك زيتون ايه؟ منتج. منتج. هو ينتج في ثلاث سنين. هيبشر بعد ثلاث سنين. فاديك زيتون منتج بعد ثلاث سنين. طب ايه المكسب اللي انت هتاخده من هنا كمان؟ اول مكسب انك استلمت مني الارض منتجه، يبقى انت خلال الثلاث سنين خدت مني 8 استفاد ان هو مشي جنبك بالتوازي في الاستثمار، هو كمان استثمر. هو استثمر واستلم ارض منتجه زيتون بعد ثلاث سنين. تمام. مش هديله ارض ايه؟ ارض فاضيه. فاضيه. اضافه ده كمان ايه مكسبه بقى في الحته دي؟ ان تكاليف رعايه الزيتون خلال الثلاث سنين مكسب بالنسبه له. السنه بتكلف لها في حدود 8,000 جنيه ولا حاجه، 3 في 8 ب 24 دول متوفرين عليك، لان انا كده كده براعي البنجر وبراعي وبروي وبدي اسمده وبدي انا مأجر الارض، فبروي لك ارض معايا والسماده اللي موجوده على الارض ايه؟ واحده. بالظبط. معايا حضرتك؟ تمام؟ فبالتالي خد بال حضرتك انت مكسبك كمان لما ضفت ال 15,000 زراعه زاد، ان انت كسبت فلوس الرعايه دي ثلاث سنين بتاخدها مجانا. اوكي. معايا سيادتك؟ واستلمت مشروع بعد ثلاث سنين ايه؟ مثمر. مثمر. تعالى بقى حضرتك نعد ده كله. اول حاجه معدل العائد على الاستثمار رقم واحد المادي معايا حضرتك 24,000 جنيه على ثلاث سنين بواقع 650 جنيه في الشهر. ثالث حاجه عائد عيني 10,000 جنيه شبكه ري استلمها مني بعد ثلاث سنين. تمام. ده ثاني حاجه. ثالث حاجه 15,000 جنيه خدمه زراعيه اللي موجوده في الارض. تمام. معايا حضرتك؟ دول الثلاث حاجات اللي بياخدوا. تمام؟ بص بقى حضرتك الارض دي لما تدخل عليها القيمه المضافه دي بقى بعد ثلاث سنين على الاقل يكون زاد الاستثمار في المبلغ الاصلي المدفوع على الاقل قيمه الارض دي ممكن بعد ثلاث سنين اولا بمرور الوقت، ثانيا بالقيمه المضافه اللي اتعملت فيها، فدان ممكن يزيد قد ايه بعد ثلاث سنين؟ عمرنا ما سمعنا عن مش ارض مش اقل من 10-15%. صح؟ مش اقل من كده. يعني احنا لو بنتكلم في 10% على المبلغ المدفوع اللي هو ال 50,000 احنا بنتكلم في 15,000 جنيه بعد ثلاث سنين مكسب تاني. ده عائد عيني طول ما الارض معاك. يعني انت لو بعت الارض دي بعد ثلاث سنين هيزيد عليها 15,000 جنيه على الاقل اللي انت دفعته غير اللي انت ما دفعتوش غير اللي انت خدته اللي هم ال 24 و دول خدوا 50 اصلا. صح كده؟ تمام؟ طيب لو بقى حضرتك حبيت ان ارضك دي تستلمها بعد ثلاث سنين منتجة زيتون بتعمل ايه حضرتك؟ بتدفع 15,000 جنيه فوق ال 50 وبنزرع لك الارض وبتبقى بعد ثلاث سنين بتستلمها ايه؟ منتج. منتج. ده حاجة تاني. طب الزيتون ده بقى لما يخلي بقى القيمة المضافة في الارض تعلى، لان وقتها انت بتبيع مشروع منتج. بتبيع مشروع منتج. منتج بيجيب كذا في السنة. هو فدان الزيتون ده يجيب قد ايه تقريبا؟ بص حضرتك في السنة التالتة يجيب لي حوالي من 500 لطن، يعني من 500 كيلو لطن فدان. فدان ده في الثالث سنه ده شارعه. يعني يعني لو قلنا الطن الطن بيوصل ل 12,000، فانا نعتبر ان هو 8,000 جنيه مثلا. ادي 8,000 جنيه. السنه الرابعه
يجيب لي 2 طن زيتون. اه يعلى. طبعا. انتاجيته تزيد. طبعا كل سنه يزيد. اه ده هي الثالثه يعتبر بيبشر بيشير يعني. السنه الرابعه 2، السنه الخامسه 3 طن زيتون. ثلاثة بقى من السنة الستة معايا حضرتك يثبت على 4 ل5 طن. يا ايوه طبعا، انت واخد بال حضرتك؟ يعني يجيب ايه من 30 ل 40,000 جنيه عادي؟ اه طبعا، يجيب من 30 ل 40,000 جنيه عادي مستريح يعني. ده على الصنف ده بس. الصنف ده بس. وبعدين احنا بنزرع بقى الزيتون، بنزرع بيكول عشان يمشي تصنيع ويمشي يطلع زيت لو عايز يزرع الزيت. اه لو سعر الزيت عالي ندخله تخليل، ده زيت، لو زيار الزيت مش عالي نعمله نخلل. ومصنع التخليل ومصنع عصر الزيت موجود في نفس المشروع عندكم؟ هو مشروع زراعي صناعي عمراني قلنا. اه هو المشروع متكامل. اه متكامل. اه اوكي. يبقى انت النهارده يبقى مش فدان العيله في وادي النطرون هو بمثابه مشروع للعيله، بيديك دخل بديل من اول يوم. تمام. دخل بديل من اول يوم. تمام. وفي الاخر عندك وحده فدان انت امتلكتها وفيها عائد على الاستثمار بيزيد، تمنها بيزيد كل فتره غير اللي بيجي لحضرتك. طيب احنا بقى عايزين منك ايه؟ كنا المره اللي فاتت واحنا بنتكلم كنا قلنا عايزين نطلب منك طلبين. طيب. طلب ان احنا نروح نصور في الارض عشان نوري الناس ده على واقع ان شاء الله الحاجه، وحضرتك تستنوا لما ايه؟ نبتدي نسلم اول مرحله للشباب المفروض الخميس ده ان شاء الله ونرتبها بعدها. كويس؟ باذن الله. الطلب الثاني احنا جالنا عدد كتير من الطلبات على صفحه البرنامج وعلى التليفونات، ناس بتستفسر كتير وفي ناس مش من القاهره وفي ناس مش قاعده في مصر يعني مسافرين بره او كده، فعايزين لو في امكانيه ان حضرتك كنت المره اللي فاتت قلت ان العرض هينتهي بانتهاء شهر 12 بالظبط، فعايزين نشوف لو في امكانيه ان احنا نمد العرض ده يبقى حاجه كويسه يعني. احنا يعني العرض ممكن نمده لحد 15 واحد اه نص واحد. تمام ان شاء الله باذن الله. وبعد كده بعد 15 واحد العرض هينتهي، ولكن هيبقى عندنا يعني هديه للناس اللي بتيجي من خلال البرنامج. تمام. يعني اللي هيجي من خلال البرنامج هنوفر عليه في المقدم 5000 جنيه، نعمل له خصم 5000. ده عرض للبرنامج الواحد. للبرنامج حصر. طيب تمام، يعني هو كده يدفع بدل ما يدفع 35 يدفع 30. اه تمام زي الفل. ده عرض للبرنامج، وبنرحب على فكره من كل المحافظات باي حد يحب يشتغل بروكر مع الشركه. تمام. يعني اللي يجيب صحابه وحبايبه، احنا الموضوع استثمار بشكل عام. العمليه اسريه يعني، هو حتى الفكره اصلا اسريه مش موضوع تجاره يعني. احنا الحمد لله من مميزات المشروع ان معظم الناس اللي بتجي لنا عائلات. يعني واحد جاي هو وزوجته يكتبوا الفدان باسمهم. اه فاهم. جاي ياخد فدان ليه ولزوجته ولابنه ولبنته. تلاقيه واخد مثلا 4 فدادين. ايوه فاهم. واخد 5 فدادين. مش ليه لوحده. هو واخد شكل الفاميلي. هو احنا يعني احنا عندنا في الشركه بنحاول يعني نبتكر افكار وحلول جديده غير تقليديه، واخد بال حضرتك، قبل للتنفيذ للاستفاده القصوى او الكبيره من الاراضي الزراعيه. ازاي نقدر نستفيد من الارض الزراعيه اكبر استفاده؟ تمام. ونأكد للناس ان العبره مش بالمساحه، العبره بالفكر، الاستغلال الامثل، الاستغلال الامثل للمساحه. تمام. معايا حضرتك؟ بالاضافه ان احنا نقدم للعائلات والاستثمارات الجماعيه فرصه، خد بال حضرتك، في حدود امكانيات الجميع، ونحيي مع بعض فكره فدان العيله بتاعت زمان. بتاع زمان. يعني دي تجربه حقيقيه انا عشتها، يعني انا راجل من الريف من محافظه البحيره مركز كوم حماده قريه بيبان، عشت التجربة دي، ان الوالد كان موظف في مصنع الغزل والنسيج والوالدة كانت ربة منزل، وان المرتب بتاع الموظف دائما وابدا يدوب بيعيش البيت. آه يعني اكل شرب حاجة لبس مش عارف ايه الدكاترة بتاع، لكن دايما فدان العيلة كان بالنسبة لنا سند للعيلة، كان بالنسبة لنا رسخت الفكرة. كان البنت لما تيجي تتجوز يقول لك هنجوزها على القطن، على الرز، على القمح، على الذرة، على المنتج، على المحصول. لما المحصول اللي بيجي من الارض. تمام. فعلمنا في المدارس، احنا 5 بنات وولدين. تمام. اتعلمنا في المدارس من الفدان. دخلنا الجامعات من الـ من الـ من اراضي الارض. دخلنا جوز البنات، الارض جوزت البنات. انت حضرتك معايا. حتى الشركه دي اتفتحت من خير الارض ما شاء الله. معايا حضرتك؟ طيب احنا
هينفع نروح امتى نبص بقى على الارض على الواقع كده؟ انت حضرتك حد الميعاد اللي يناسبك. احنا عندنا الحمد لله شغالين على طول وبنطلع رحلات المعاينه بتاعتنا. ممكن البرنامج يكون معانا في يوم سبت تمام، ينزل معانا يسجل يشوف اللي بيشتغل الشغل اللي بينزل على الارض، وبالمره يسجل مع العملاء اللي اشترت اللي او اللي استلمت. طيب زي الفل، خلاص نرتبها مع بعض ان شاء الله مع اداره الشركه عند حضرتك ومع اداره البرنامج. لينا الشرف، وطبعا احنا سعداء جدا بوجودك معانا. عظيم الشرف، وهنحتاجك حلقه كمان قبل السنه ما تخلص ناخد منك عرض برضو للبرنامج. لا يعني فكر لنا فيه لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. العرض الجديد باذن الله اللي هو فدان العيله شاليه العيله، في ده مشروع جديد تعمله الشركه في على حدود مدينه العالمين الجديد على الطريق الساحلي الجديد تمام، اللي هو يودي على قصر الرياسه وفي الفناك وعلى على نجيب المكان ونشرحه للناس ان شاء الله. المكان ده على الطريق الساحلي، والطريق انت هتعدي عليه تقعد وتلاقي قدامه الترعه ان شاء الله، هي فرع استاد الشيخ زايد. الارض على الترعه بتروه بحاري تمام، والارض بتاعتك بينها وبين مارينا بالظبط 7.5 كيلو، بينها وبين البحر 15 حاجه عظيمه، يعني حوالي 10 كيلو او 12 كيلو بينك وبين البحر تمام. وده ارض تبني عليها بقى شاليه، شاليه بقى دي فكره يبقى شاليه مثلا على 100 متر وعندك 4000 متر ارض جنينه تمام، فدي تزرع فيها كل حاجه، يبقى بتستمتع وبتستجم يعني تستمتع وتنزل البحر وتكسب وتستثمر وتوفر على نفسك تمام. انك ليه تشتري تكاليف. شاليه لما ممكن تشتري مزرعه وجواها شاليه وجنب البحر، يبقى ان نقلنا البحر عندنا بشكل جديد تمام، ونقلنا الريف عندنا تمام بشكل جديد تمام. احنا طبعا سعداء جدا بوجودك معانا. للشرف. الى ان نلقاك ان شاء الله الاسبوع الجاي مع بعض على خير ان شاء الله. فكر لنا بقى في تفصيله كده لعرض السنه، اخر يوم في السنه الجديده باذن الله، ونستقبل السنه الجديده مع بعض ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنا وصلنا لاخر حلقتنا معاكم النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء، نترككم في رعايه الله.